لا توجد كلمات ومصطلحات لإطلاقها على الأوضاع التي نعيشها هنا في قطاع غزة بشكل عام. أوضاع صعبة، مأساوية، كارثية للغاية. عندما نتحدث عن الأوضاع الصحية، أوضاع المستشفيات، المراكز الحكومية ومراكز الإيواء أيضا هي صعبة. نحن نتحدث عن نصف عدد المستشفيات أصبحت اليوم خارج عن الخدمة، إما لاستهداف مباشر أو غير مباشر، وإما يعني شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، وإما لعدم قدرة المواطنين للوصول لهذه المستشفيات، الطرق غير آمنة. نحن نتحدث عن اعتداءات على طواقم طبية، على سيارات إسعاف، على مراكز صحية أيضا. مركزنا في قطاع غزة المعني بتقديم الخدمات للجرحى وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في نصف يعني مدينة غزة تعرض للتدمير الكامل نتيجة لاستهداف عمارة سكنية بجواره، وهذا حال جميع المراكز. بالأمس أيضا سمعنا عن أخبار وتلقينا أيضا بقية المراكز العاملة في محيط مستشفى الشفاء ومحيط مستشفى القدس، أيضا تم استهداف جميع ألواح الطاقة الشمسية وأيضا يعني تنكات المياه الموجودة على الرفوف. ما تقوم به قوات الاحتلال هو يعني تدمير لكل شيء. البنية التحتية في مدينة غزة تم تدميرها بشكل كامل، ويعني نتحدث أحيانا مع بعض الأصدقاء الذين هم خارج مدينة غزة ونقول لهم بأنه حتى لو تم وقف إطلاق النار اليوم فإن غزة لن تكون صالحة للعيش إلا بعد سنوات. البنية التحتية بحاجة إلى ترميم، إلى إعادة تأهيل، ولكن الأهم الآن كيف لنا أن نقدم خدماتنا الصحية سواء العادية أو الإغاثية والطارئة للمرضى الفلسطينيين وللجرحى. نتحدث عن مرضى فلسطينيين موجودين إما في مراكز الإيواء أو في مراكز إيواء غير رسمية لدى أقاربهم. نتحدث عن حوالي 1,400,000 مواطن فلسطيني نزحوا من منازلهم إلى أماكن أخرى يعتقدوا أنها آمنة، ولكن للأسف الشديد لا يوجد في قطاع غزة أي مكان آمن. هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الناس هم بحاجة إلى خدمات صحية عادية. لا نتحدث عن الجرحى على أهمية تقديم الخدمات العاجلة له، ولكن نتحدث عن مرضى مزمنين، يعني حامل خطر هم بحاجة إلى وضع. نتحدث عن حوالي 5,500 طفل فلسطيني ولد في الشهر الماضي في شهر أكتوبر، هم بحاجة إلى تلقي تطعيمات وإلى خدمات صحية. نتحدث عن 320 طفل من مرضى السكر النوع الأول الذين هم بحاجة لتلقي أدويتهم وفحوصاتهم بشكل مستمر. نتحدث عن مرضى السرطان، تم أيضا تحييد المستشفى الوحيد الذي يعني في مرضى السرطان في قطاع غزة. هناك مآسي كثيرة وعديدة لا يمكن يعني التطرق إليها. دكتور عفوا على المقاطعة، فيما يتعلق بالمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ما هذه المساعدات؟ ما الذي تحتويه؟ كيف تساعد المستشفيات في ظل يعني النقص الشديد للمستهلكات الطبية؟ وأيضا سمعنا عن وفود دخلت عبر الصليب الأحمر إلى قطاع غزة، ما هي ماهية هذه الوفود وهل فعلا تعمل على أرض الواقع؟ يعني دعونا نوضح، ما دخل إلى قطاع غزة حتى اليوم، نحن نتحدث عن 30 يوم من العدوان، فقط دخل أقل من 500 شاحنة. بالأمس كنا نتحدث عن 481 شاحنة محملة ببعض أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية. يعني دعونا نشكر جميع الدول العربية والإسلامية وجميع من تقدم بمساعدات، ولكن هذه المساعدات غير كافية. قطاع غزة كان يحتاج يوميا ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا تدخل، ما بين أدوية، أغذية، مياه شرب ووقود وغيره. اليوم نتحدث بعد شهر وفي أوضاع طارئة، فقط ما دخل فقط 500 شاحنة، هي لا تكاد تكفي. وهذه الشاحنات يتم منع بعض المستلزمات منها. في الشاحنة الثانية يعني في اليوم الثاني لإدخال الشاحنات تم منع اسطوانات تحتوي على اسطوانات أكسجين. هناك أخبار، معلومات لم نستطع التأكد منها، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفتش هذه الشاحنات وتمنع بعض أصناف الأدوية. حتى الآن ما دخل لا يفي، هو نقطة من بحر. ما بحاجة إليه قطاع غزة هو وقف هذا العدوان، وقف إطلاق النار، والسماح بإدخال جميع المساعدات وفتح ممر إنساني لإدخال جميع المساعدات بدون تقييد ولجميع مناطق قطاع غزة. عندما نتحدث أيضا عن وفود طبية، لم يدخل أي وفد، هناك دخل وفد واحد
يتبع للصليب الأحمر، هناك به بعض الممرضين حضروا إلى قطاع غزة ليس للعمل ولمساعدة الطواقم الطبية التي تعمر على مدار الساعة منذ شهر تقريبا، وإنما حضرت هنا لتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية فقط، ولكننا حتى اليوم لم يأتي الطواقم الطبية الموجودة في قطاع غزة للعمل. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.